السلام عليكم متابعين موقع طنجاي، مرحبا بكم في سوق جديد سيدي ادريس. اجي نشوف الاسمنه واجي نشوف الاجواء. هذا هو رصد السوق مليون و200 ساعي. الثمن اللي كيقول هو خيالي، ما كاينش كاع في السوق هنايا. السوق واش غنقول لك، بحال كيبيعوا لنا طروف هاد الارض هنايا الخاف 4000 درهم سوزو سراب الخاف. وانت الحاولي باقي ما كملوش حتى العام، ما نعرف حتى واش دايز الضحيه. كيقول لك 3000 و200 اللي كنا كنشريو العام اللي فات 170000، دابا عام 2700 2800 درهم، راه تعدوا هذا. قلنا 480 دينا 290 انتما خوتي ديالي. دابا كنتواجدوا في السوق وحاليا تبارك الله قدام البركه هذه، هذه بركه معروفه تبارك الله، السرديه غاليه شويه. ما بغينا نعملوا واحد السجوان مع هذا الاخ ديالنا، ما بغاش يقال لك احتراما، ما يبغيش يقول اسمينا باش ما يزيدش يخلع الناس. كسيبه غاليه، ونتمنى ان شاء الله يا ربي معمار السوق تكون واحد الاسمينه مناسبه. وهذا الحاولي هذا تبارك الله قالنا مليون و200، اللهم بارك وزيد في ذلك. رانا نعلمو له راسو هكدا والو، تا هو حشم من والله الا لا حشم كصراف لا ضربنا في ديك قرون بشي. هذا هو رصد السوق مليون و100 ساعي. كما كتشوف السوق باقي خاوي، ولكن بالنسبه لديك التجاره هو عمر. غادي نمشيو نشوفوا الناس علاش مجموعين تما على بحال 3200. ها هادي عرفتها من الباب، هادي عرفتها خاو ديالي كيفتينا مزيان؟ لا بس الحمد لله كيفتينا. سقسيتي الحاولي؟ الحاولي غالي شويه هذا، بيني وبينك من عذرو الحاولي يكون غالي بزاف، حيت بنادم بزاف الحاولي قليل. وهذا الثمن اللي كيقول هو خيالي، ما كاينش كاع في السوق هنايا، حتى في الكراجات ما كاينش هذا الثمن هذا اللي كيقول هذا السيد هذا. بزاف يعني بزاف على الدرب. بزاف على الدرب. 180000. كيفاش جاك السوق اليوم؟ السوق واش غنقول لك، بحال كيبيعوا لنا طروف هاد الارض هنايا الخاف. اغلى حاولي سقسيت اليوم شحال؟ اغلى حاولي الخاوني 4000 درهم. سهله ولا لا؟ والو ساعه علاقه الخاو، ساعه الشهاده الخاو. شني تقروا تشهد الحاولي خاو؟ قالنا 3000 درهم. يعني الحاولي صغير ولا مرة معوج مسكين؟ لا عادي. بس ما جيتوا لاش بارسو رخا كون سعاد تشري ضروري، علاش لا اخاي؟ دابا ملي جبرتي الغلا باقي تعاود خاص عرف راسك ترجع مورا سان الدار اخا. نادي يلاه هضرانيش هضرانيش. كيفاش جاك هاد الحاولي؟ الله يا الخاو ديالي هنا سيروا سيروا ما عليكم بال. بعد داك الخاو الحاولي هنا طاحوا طاحوا، هيك هيك يكون مباشر دابا الترويج الخاو ديالي واقيلا ما عيطش. ولكن دابا السوق يلاه بدا كيعمر، يلاه بداو كيوجدوا. واخا ان شاء الله بدا كيعمر الخاو، داخلين بواحد السرعه ماشي عاديه الخاو، زادوا الثمن بزاف. يعني اغلى حاولي سقسيت شحال جبرتها كيتباع؟ اغلى حاولي سقسيت مع باب الخاو منين و100 ساي. كذب على الله حرام قسيمو بالله الخاو. شحال الجهد ديالك تشري الحاولي؟ الجهد ديالك خلاو لك شي جهد هادو الجهد شحال هادي الخاو. كان بنادم الخاو ما يقدرش تيشري الحاولي. دابا الخاو شحال تشري قد هيدا الخاو؟ دابا نسينا هذا 400 شاس الديبا. دابا قال لك 4000 درهم. 4000 درهم سوزو سراب الخاو. الوالد الخاو الوالد كان كيهز زويدا وما كيقدرش كيعاون بالركبه ديال رجلو. حنايا الخاو الحاولي كتهزك تبغي تهرب بزاف اخا. والله الا الغلا الله يحسن العون الدروش اخا. والله اغلى حاولي سقسيت شحال جبرت؟ راه في مليون وشي 700. واش هذا سوردي ولا شمن؟ سوردي فهمتي، فانه السوردي 600 سوردي في السنه ما كاين والو. يعني ما يستاهلش ديك الثمن؟ والو بزاف الثمن غالي بزاف. دابا انت جيت اليوم تشري ولا جيت؟ الا جيت نشوف زعما الا جبرتي حاجه رخيصه نشرو ماشي مشكل. ولكن جبرتي قضيه. والو بزاف الخوا واقيلا ما عجبش. ولكن السوق دابا يلاه كيعمر باقي عمر ان شاء الله. ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. ان شاء الله. خاو ديالي كيفاش جاك السوق اليوم؟ اش غنقول لك الخاو تعاد صراحه تعدوا الخاو. الدرويش ما عنده ما بلا ما يجي السوق حسن الخاو. خرجتي مغير؟ ماشي مغير والسلام الخاو. انت الحاولي باقي ما كملوش حتى العام، الحاولي
المهم نحاولي ما نعرف واش دايزن الضحيه كيقول لك 3000 3290 هي الاغلبيه ديالنا الدراوش مساكن ما كيفوتش 2000 درهم يعني الى زاد 2000 درهم وحاولي 2000 درهم ما كيناش براو يعني ما كاينش مره وقال لك دخلوا شي حاولي اسبانيا فين هاد الحاولي اسبانيا دابا كاين الناس اللي خصها تشري الحاولي اسبانيا مجبره ما كيناش يعني يقول لك حنا دعمنا جبنا الحاولي وفين هو بينون حنا دخلنا ما جبرنا لا حاولي لا والو دابا جيتي مع الاصدقاء ديالك هما كلشي من الدار حنا دخلنا خرجنا مغايرين قسما بالله علاش هادشي ما كيبشرش بالخير اللي كنا كنشريو العام اللي فات 170000 دابا عامل 2700 2800 درهم راه تعدوا هاد يعني ما يمكنش يعني راه فوق طاقة الإنسان هادشي هذا يعني ما يعني الدرويش الله يحسن العون وصافي وبلا ما يقربنا هنا الدرويش صراحة حق دابا السوق عاد يعمر دابا السوق باقي خاوي فهمت واخا يعمر واخا يعمر حيتاش العرب مباين من دابا حنا ماشي دابا اليوم عاد جينا هنا راه مشينا المحلات المحلات ما حنا خصنا نعرفوا غير ديك الحاولي اسبانيا اللي دعمت الدولة فينو يعني قال لك الدولة دعمت واش دخلت الحاولي ما كيناش هاد الحاولي هذا ما كيناش تبيع الشراي اللي مشاو يشرو ويقول لك حنا ما جبرناش ديك الحاولي باش نشريوها يعني هذا ماشي عادل وما الله يرزق صبر وصافي حسبي الله ونعم الوكيل تبارك الله عليك شو شو هل دينا صح يا هو قلنا 480 ها دينا 290 شحال ضفار اكثر هذيك لا اش مزينك تكتمم كلف عليه جبرو ما كاينش قول له هذا ديالي ديالي والله يجعلو نطيح تساعدو عيد تساعدو ما عندكم ما والله الا مزيونة شو واحد اللي خرج شوي انت جيت اليوم نهار واحد اول مره جيتي تسخرتي جيتي تبارك الله شي وانا شويه عيال ما تنقدرش نخرج قاشي ماشي مز ما قاشي كيفاش جبرتي السوق كاين شي رخا كاين شي كوا كسب بيان واخا مزيان سي بيان يعني على حساب حساب جيتي ديك بركات 220 220 220 220 تبارك الله يجعلهم طحين الله يرحم باباك شكرا بزاف الله يجازيك كما شفتوا السوق كانت هذه الاجواء في السوق جديد ونتمنى ان شاء الله باقي عمار ونرجعوا مره ثانيه ونجبروا السوق عامر ونجبروا الاسمنه مناسبه تلاقى في السوق يمش تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد